عندنا اتصال، تتوقعين من منو يكون؟ ما ادري والله. توقعي. خلينا نستقبل الاتصال. الو، صاروخ منوره الشاشه. بوجودك منوره والله. شلونك؟ هو مو متواجد يعني، باتصاله. باتصالك. طارق، اولا ابارك لك على البرنامج. الله يسلمك ويبارك فيك. وانت مذيع جميل جدا، وكل عزيزي واتمنى لك التوفيق. الله يسلمك طول لي بالك. ومبسوط جدا بوجود فرح معاك. ما علي بس فرح، ما ادري عرفتك ولا؟ عرفته. منو فرح؟ فنان محمد مجدي. محمد مجدي. محمد شلونك؟ الله يخليك، تسلم. منور الشاشه والف سلام عليك، زي ما طحتي. الله يخليك. والله خليك في التمثيل. ان شاء الله. يعني انت تفضل انها تتم في التمثيل افضل عن الفروسيه؟ شوف، هي فرح ما شاء الله عليها عندها اكثر من موهبه، وانا من الناس اللي بقول اذا الشخص عنده اكثر من موهبه حلو قوي انه يعنيهم كلهم. اذا هي شايفه نفسها في الفروسيه فاعتقد كويس ان هي تستمر في الشيء اللي هي حابه تعمله وحابه تطور نفسها فيه. محمد، مثل ما نعرف انك انت طبعا ممثل وبطل في الفيلم اللي مثلت فيه فرح، وانت كنت تمثل دور الابو. تخيل. يعني الفيلم. ابو فرح. كيف؟ انا ابو فرح في الفيلم. ابو فرح، زين، بس تخبرنا عن دورك انت وكيف كان تمثيل فرح وياك؟ شاهدتي فرح مجروحه، مهما هتكلم هتكون مجروحه، لانه هي فاجأتني بعدها قدام الكاميرا، وجرأتها وتحمسها لاداء المشاهد الصعبه اكثر من المشاهد البسيطه. كان شرف لي ان انا اتعامل معاها للامانه، وكنت سعيد جدا بالتجربه، وكمان كنت سعيد بالشغل مع المخرج ماهر الخارج، لانه كان حقيقي واقف جنب، احنا نعتبر مواهب لسه مبتدئين وفي اول الطريق، ثقته فينا اللي ادهلنا ودعمه لينا. كان شيء صعب تلاقيه من اي حد غير من شخص مؤمن بدعم المواهب الشابه. صحيح. محمد، بس كلمه اخيره تحب توجهها للممثله فرح او الموهبه فرح. بقول فروح ربنا يوفقها، وهي اخت عزيزه جدا على قلبي. وانا كنت سعيد بالشغل مع فرح والاستاذه منى عبد الله وكل فريق العمل. طبعا مشاهدينا الاعزاء، مثل ما تشوفون هاي هي لقطات الفيلم اللي تمثله في فرح، والاخ محمد مثل اللي كان توه من قبل شوي متصل.